تصرف لا أخلاقي من فريق فرنسي اتجاه المغرب والمغاربة. تصرف لا أخلاقي ولا رياضي أيضا اتجاه المغرب والمغاربة قام به فريق تولوز الفرنسية. وفي التفاصيل، قدم الفريق الفرنسي الذي يمارس في القسم الأول لاعبيه للجمهور، وفي لحظة تقديم الفريق للاعب المغربي زكريا أبو خلالة تم نشر خريطة المغرب بدون صحرائه. الفريق الفرنسي نشر على حساب النادي في مواقع التواصل الاجتماعي صورة لزكريا أبو خلالة مع خريطة المغرب من طنجة للقويرة، قبل أن يعمد إلى مسح الصورة وتغييرها بصورة أخرى يحمل فيها أبو خلالة علم المغربي دون خريطة المملكة كاملة. المتتبع لنادي تولوز الفرنسية اعتبر أن الفريق الفرنسي تراجع عن نشر صورة زكريا أبو خلالة مع خريطة المملكة المغربية بسبب ضغط الجزائريين وبعض الجهات الأخرى من خصوم وحدة ترابية للمملكة المغربية. خطوة الفريق الفرنسي بإزالة الخريطة خلفت استياء كبير عند المغاربة والجالية المغربية المقيمة بفرنسا، حيث بادروا إلى القيام بحملة تجاه الفريق من أجل تنبيه النادي الفرنسي للخطأ الذي قام به في حق المغاربة ومن بينهم نجم زكريا أبو خلالة. نشكركم على حسن المتابعة.